مستعجل على ايه؟ مستعجل عليها حاجه ابسط من 200. اهلا بحضراتكم متابعين الكرام في كل مكان، مع حضراتكم خلود سعود. النهارده احنا معانا جريمه بشعه، سيده انهت حياه والدتها مسنه بعد تعذيب كبير لايام وشهور عديده. اقبلت السيده على قتل والدتها. النهارده احنا في منطقه بولاق الدكرور ومعانا الجيران والشهود العيان هيحكوا لنا التفاصيل، خليكم معانا. في البداية أهلا بحضرتك، احكي لي بقى التفاصيل. حضرتك مسكتها كانت بتضرب فيها، بتعذبها، بتكهربها، بتحطها في الكهرباء. فبقول لها ليه ولا بتضربيها كده ليه؟ قالت لي مفيش حاجة، ده أنا عشان بس ما تسمعش الكلام. هي الست عاقلة ومفيش أي حاجة وبتعمل كل حاجة الست، الست دي في قوتها العقلية مفيهاش أي مرض. كانت بتقول لولود عمها يعني لاخوها، اخوها قال لها روحي سميميها ويرميها في صحراء، ارميها ولا في صحراء، احنا مش عايزينها. عشان انا اما طلعت هي قالت على الموقف ده حضرتك كله، قلت لها ازاي ابنها؟ قالت لي ابنها مش عايزها. ولما جت هنا قدام الحكومه جت حضرتك قالت انا مش عايزه اعرفهم، وبتقول للحكومة أنا مش عايزينها تتدفن معانا، احنا عايزينها تتدفن برا. يعني هما قاعدين مع بعض، كان في مشادات بتحصل، كان في خناقات. هي ضربت جوزها وكل شوية عشان بينقذ الولية بتمسك فيه وتضربه، ضربته كذا مرة قدامي وشاهدني فوق، الزوج بتاعها شاهدني فوق، جوزها شاهدني قال لي شايفه اديكي شايفه المنظر. قلت له ده يدي ربنا، قال لي انا بضرب معاها. يعني حضرتك شفتي التعذيب بنفسك؟ طب في الوقت ده ليه ما بلغتيش الشرطه؟ حضرتك احنا قلنا بعد ما هديت، بس ما كناش نوصل ان يعني للدرجه ان هي تمسكها تموتها. فطبعا جارتي اللي هي ام رضا عشان هي بالاكتر سمعت ضرب من فوق، فبتقول انقذوني انقذوني. وانا اخر مره طلعت ثلاث مرات راحت بنتها قافله في وشنا الباب، يعني اخر مره انقذتها ثلاث مرات بنتها قافله في وشنا الباب، قالت لي بعد اذنك ما تخشيش البيت. من امتى التعذيب ده بتشوفيه؟ من ايام ولا شهور ولا سنين؟ لا، من الايام اللي هي الست جت فيها هنا وحضرتك جت بهدلتها هنا. يعني من حوالي سنة. يعني البيت ده كان عايش فيه مين بالظبط؟ ويعني هل الست وجوزها ولا والدتها معاهم ولا ايه؟ احكي لي بقى من البدايه. اول ما جم عاشت هي وجوزها، وبعد كده كان في مشاكل بينها وبين جوزها كتير، يعني ضرب وحاجات كده غريبه. وبعد كده جت والدتها، ووالدتها احنا مش شفناهاش خالص، كانت حبسها دايما في الغرفه، تمام. وتعذيب كنا بنسمعها كذا مره بتضربها، وكذا مره انا اتكلمت معاها وكنت خلاص يعني اتخانق معاها والكلام ده، بقول انت ليه بتضربي مامتك وحرام، وبكلمها امك ثم امك، وبتكلم بالدين وكل حاجه. هي تقول لك لا اصلها عشان ما بتسمعش الكلام. يعني ايه برضو مهما كانت مامتك ما بتسمعش الكلام ما بتضربيها؟ يعني ما ينفعش لامك يعني. المهم بس خلاص ده اللي حصل، وكل ده كل شويه تتضرب مش عارف ايه، لحد يوم الواقعه لقيناها بتجري في الشارع اللي هي اللي قتلاها. وبس هي عندها كام سنه السيده ووالدتها؟ عندهم كام سنه؟ والدتها حوالي 66 سنه وهي بتاع 48 سنه تقريبا. بس يعني واحده كبيره وعاقله يعني. بالظبط، وهي والدتها كانت عاقله جدا على فكره، ما بتعملش اي مشاكل وما بتسمعلهاش صوت خالص، تمام. فبعد كده جريت وقالت لماما، ده ماما ماتت والكلام ده. ف هو فيلم الكلام ده، هي اصلا كانت بتضربها من 5 الفجر لحد 7 الصبح، ما كناش نتوقع ان هي تموتها. والناس لما بتسال الست وهي ماشيه معاها مامتها تقول لهم لا ما بتضربنيش، تقريبا كانت بتهددها او بتعمل حاجه يعني. خوف. فخوفنا ساعتها او نعمل نبلغ الشرطه، يقول لك برده ما ضربتنيش، احنا نحط نفسنا كده ببلاغ كيدي بس. فبعد كده لقينا لازم الدكتور يجي، ودكتور الصحه جه وهو يشكر جه وما رضيش يكتب التقرير، وهو اللي بلغ بالحاله. والحكومه جت اسمه بلاق كله جه في ثانية، ومعاملته كانت كويسة جدا مع كل البيت.
وخدوها بقى الست، والست ما اعترفتش هنا، اعترفت هناك لان هي قالت ما تطلعش. طب ايه السبب ان هي كانت بتضرب والدتها؟ يعني كان مثلا والدتها بتقول لها انا عايزه حاجه، او مثلا في خلافات ما بينهم، او هي مش سويه نفسيا ولا ايه؟ يعني احنا عايزين نعرف السبب هنا. تكون الولاء دي نفسها اللي موتت مامتها، تكون هي مش سويه نفسيا، لكن مامتها عمرنا ما سمعنا صوتها ولا بتطلب اي حاجه، وكانت عاقله تماما لان هي مطلعاها برضو ان هي مامتها مجنونه، مفيش الكلام ده. يعني الولاء دي اللي هي قتلت والدتها مش سويه نفسيا، لما كانت بتتعامل معاكوا بتحسوها ان هي مش سويه نفسيا خالص يعني. وخناقتها مع جوزها وحاجات كتير يعني كانت في الشارع. طب جوزها ايه رد فعله بقى من الموضوع ده؟ يعني لما كان بيشوفها، لا لما كان بيشوفها بتضرب والدتها كان بيساعدها في الضرب ولا كان بي؟ لا ما نعرفش. بصي حضرتك، ما كانش انا طلعت شفت الموقف، مسكته قالت له انت مالك، دي امي انا حره فيها اضربها انت ما تتدخلش. راحت ماسكه ضرباه قدامي انا، ماسكه ضرباه وبتمسك كوبايات هبدة عليا عشان بينكز الست هنا جوه الشقه. والله اعلم هو شريك في الجريمه ولا لا، بس الله اعلم هو شريك معاها بقى عشان المره دي، عشان شاف الموضوع وشاف الموضوع المفروض حضرتك كان هو بلغ. يعني حضرتك دلوقتي بتقولي انك طلعت لهم قبل كده، وهو شهادك بيقول لك ان هي اللي بتعذب والدتها، بتضرب والدتها. رحنا اتصلنا بصاحب البيت، قلنا له يا حاج الست الساكنه دي ضربت امها كذا مره وبهدلتها في الشارع و متمرمط بيها الارض، وقال لي لا 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 ما فيش حاجه. جت اخت صاحب البيت، جت بصت عليها بصتها، لقت جسمها مضروب ووشها عامل وجسمها طبعا مزرق من كتر الضرب. هي كان بتضربها ازاي بقى؟ يعني مثلا بعصا ولا بتشوه جسمها ولا كان جسمها. كان ايه الوسائل اللي بتستخدمها بقى؟ ايه ادوات الضرب والتعذيب؟ التعذيب كله اتاخد كهربا، مغزه الجنزير من جنزرها قفل عليها بالقفل. الام كانت مغزه بترمي علينا حاجات وسخه كده عشان بتبقى قفل عليها الباب، بترمي على الغسيل. فما طلعت كلمتها قلت لها كلميها بكل هدوء. طلعت تالت يوم بقول لها اوعي تمدي ايدك عليها ولا تضربيها، قالت لي لا مش هضرب. لقيتها تاني يوم راحت ماسكاها ضرباها، مسكتها ضربتها. بعد ما ضربتها طلعت لها قلت لها انت مش حلفتي على المصحف، والمصحف ده هيعميكي، المصحف ده هيعميكي. فهي حضرتك منها لله وعايزين حق امها، مش عايزين اكتر من كده، عايزين حق الست دي، وربنا ينتقم منك يا ولية. قولي يعني مين اللي كان بيصرف على البيت؟ هل هي كانت بتصرف على والدتها ولا زوجها والدتها بيصرف على والدتها ولا ايه؟ والدتها هي بتاخد معاش، وكانت هي جايباها عشان تاخد معاش بس. فيعني مش هتبقى دي اخرتها يعني تموت مامتها عشان خاطر، يعني كمان بتاخد المعاش كمان. يعني والدتها هي اللي بتصرف عليها هي وزوجها، وفي الاخر كانت النهايه ان هم بيعذبوها. هي عذبتهم ومامتها في الاخر. واحد ما كانش متوقع ان جريمه قتل طبعا هتحصل في البيت لحد ما حصلت، واهو يعني نقول ايه منا لله، طبعا عايزين حق الست اللي ماتت. ليله الواقعه بقى، ليله الواقعه بقى يعني حسيته بتخبيط اكتر، حسيته بايه في الليله دي؟ هي تخبيط بقول لحضرتك من 5 ل 7 الصبح، وبعد كده الصوت اختفى تماما. يعني ساعتين. ساعتين كان في تخبيط. تعذيب لحد ما هي كانت بتحسبه ده عادي بقى زي كل مره بتعذب عادي. ولو انت دخلتي هي اصلا ممكن تحلفت بحاجه، الست نفسها هي تحس ان هي مش موزونه برده، الله اعلم برده بيها، وبتدعي الجنون، ما حدش فاهمها يعني. هي ساكنه في البيت بقى لها سنتين مش كتير، وبعد كده لقينا الصوت اختفى تماما. بعد كده نزلت بقى عملت نمره في الشارع، ان الكلام ده كانت بعد صلاه الجمعه، اللي نزلت صلاة الجمعة وجت لقيت والدتها ماتت عندها وتعبانة، وهي اللي موتت نفسها ومش عارف ايه، ومفيش الكلام ده طبعا. وبعديها جابت المغسل وجابت الدنيا وجابت الدكتور، والدكتور هو اللي قال لا هي ميتة موتة مش طبيعية، وسأل البيت هي بتضرب والدتها، وقلنا له يعني كانت عايزة تطلع نفسها من الموضوع وتقول ان هي ماتت موتة طبيعية يعني. وهربت جوزها يوميها، يا هو كده تقريبا، وان هو شريك معاه لان هو هتبقى هربان ليه بس. فمشيت بقى والدكتور هو اللي بلغ، وفي ثواني كان اسمه بلاء كله عندنا، وتم القاء القبض عليها. طب جوزها تم القاء القبض عليه دلوقتي ولا؟ اتقبض عليه، اعترف على المكان. وبس كل الناس طبعا كانت معاملتهم كويسه معانا، اسمه بلاء.
وخدوا يعني خدوها وخدوا جوزها واخدوا الحاجات اللي هي كانت بتضربها بيها السلك الكهرباء والجنزير والازايز والميه اللي هي كانت بتحطها لها جوه في الاوضه وبتقفل عليها حضرتك. وهي بصراحه منها لله ربنا ينتقم منها عشان هي هبت على مصحف والمصحف ده. طب المجني عليها ملهاش اولاد؟ ليها اولاد وابنها ظهر يوميها الساعه 7 الصبح بعد ما الحكومه خدتها كانت واخداها 5 الفجر. الجثمان كان متاخد خلاص تمام. هو كانت هي مبلغه اخوها ان هي ان مامتك مات ان ماما ماتت موته طبيعيه. فطبعا جه عرف من جارنا ان هي لا هي اللي قتلاها. يعني ما كانش بيسال عليها بيجي البيت يشقر عليها اي حاجه؟ لا لا ما شفناش اي حد غير يوميها يوم ما فيش. اه يعني عندها ابن بس غير بنتها دي؟ كان جاي من السعيد تقريبا وقتها. هي بتقول لحضرتك انا على حسب ما انا سمعت محدش عايزها محدش ولا بتقول اخواتها مش عايزينها وابنها الكبير مش عايزها مش عايزين الست دي احنا مش عايزينها احنا عايزين نسمها. روحي يا ولا لو تعرفي اي حاجه روحي ارميها في صحراء وسميها باي حاجه. يا ساتر ده حقيقي فعلا؟ لا مش حقيقي طبعا احنا ما شفناش الكلام ده. هي بس هي بتحكي يعني بتحكي وبتحكي بتحكي بتقول الكلام ده بتقول لاخواتي قالوا 1 2 3 قلت لها ازاي؟ قالت لي اخويا اللي هو من بطن امي هو اللي قال لي اعملي كده. والله اعلم. بس ما نعرفش. يعني مالهاش غير ابني بس وما كانش حد بيسال عن الست خالص يعني. بس وما كانش يعرف بالحادثه اصلا. كان عايش في البيت ده الست وزوجها ووالدتها بس ما كانش معاهم اولاد؟ لا خالص مش معاهم حد. الست وجوزها الاول وبعد كده جابت والدتها معاها وبعد كده كانوا هنا عيالها جم اتخانقوا مع الراجل ومسكوا الراجل ضربوه بالكوبايه وهو مسك ضربهم كلهم. دي قبل ما الست دي تيجي خالص الموضوع ده قبل ما الست دي تيجي. بس هنا الجيران ازاي كنتوا بتسمعوا الاصوات كده وسكتوا؟ يعني ليه ما حاولتوش تتدخلوا وتدخلوا الشرطه في الموضوع؟ يعني حتى لو الست خايفه تتكلم كنتم انتوا تكلموا بالنيابه عنها؟ احنا كلنا اتدخلنا كل البيت بلا استثناء اتدخل. بس هي بتقول لك هي ما بتضربنيش هي مش راضيه تعترف. فاحنا هنبلغ ازاي؟ الست دي بتخاف. الست بقول لك مرعوبه. انا اللي بقول لك تقريبا مهدداها مهدداها. هي اما كانت بتعمل معانا ايه كانت بتعمل ازاي؟ لا يا بنتي بتعملي كويس وتروح تقوم ماسكه بنتها امها قدامي وتقوم راقصه بيها مشغله اي اغنيه وبتقعد ترقص بيها قدامنا في التلفزيون. يعني هما هنا بقالهم سنه عايشين والدتها بقى جت بقالهم سنتين. والدتها بقالها سنه. في السنه دي ما حصلش الخلافات او المشاكل او التعذيب ده غير في اخر الايام دي يعني طول السنه. طول السنه تعذيب يعني طول السنه. يعني بنوضح للمتابعين يعني يمكن يعني كتير يعتقدوا ان هي في اخر الايام بس او في اخر كام شهر بس يعني طول السنه تعذيب. لا منتزه والله. المتوفاه ما كانتش بتعمل حاجه على حد وحش خالص يعني. انتوا عاشرتوها؟ احنا ما شفناهاش اصلا. لا انا شفتها. احكي لي بقى عنها بقى. جت سلمت علينا هنا في خط ام احمد بس هي مش موجوده. كانت بصحتها وكده ولا بتحتاج ان حد يخدمها ويشيلها؟ لا بصحتها وجامده وست جامده وكانت بتنزل مع بنتها بتروح تقبض المعاش بتاعها وتيجي. وكنا لما نسلم عليها عارفه تكلمك برحشه عشان بنتها. في حاجه عاملها لك انا بقعد اسالها قلت لها في حاجه ولا عامله لا 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 لا. وتبقي شايفه اثار التعذيب وهي مش قادره تعترف وشايفه كله على جسمها طبعا شايفه الضرب وشايفه ده ومعوضه. طب اخلاق بنتها بقى معاكم هل مثلا كانت بتتعاطى مخدرات؟ يعني سلوكها الشخصي بتشرب سجاير على طول عارفه كل اللي على طول سجاير في البيت. تاكل تجيب له القطط جبنه نستو تجيب له امها شويه فول من المطعم وتقعد تتخانق مع بتوع المطاعم على طول. بس تيجي هنا لحد البيت تيجي تتشمك شويه معانا وتلاقيها شويه تبقى ايه هاديه. بس هي بصراحه مش شويه لا نقابه وشويه لا ما تفهمهاش يعني برضه. شويه تمشي في يوم تمشي في النقابه و10 لا قلت لك انا في الاذاعه في الجورنال والله اعلم هي شغاله ايه مش عارفين. انا في مره لقيتها شايله جرايد بتاعتي الجريده
استغربت، قلت هي واحده بتتنقب وتلبس نقاب تقول لك هو ده شغلنا؟ ده مش شغلها فعلا. انا اعرف ان هما بيبقوا متنقبين ما بيرجعوش يرجعوا يبقوا من غير كامل، يعني من غير نقاب، يعني بتيجي اخر اليوم كده تطلع من غير نقاب. هل سبق وقامت بالتعدي على اي حد من سكان العماره؟ لا، هي صوتها كان عالي دايما الست دي، وبس كانت ما كنتش بتقدر على حد طبعا في البيت كده، هي بس هي قادره على مامتها عشان دايما كانت حبساها ومجنزراها وده بس الدنيا. طب انتوا يعني بما انكم هنا شهود عيان وجيران على جيران يعني هنا في العماره، بتطلبوا بايه؟ اعدام البنت وجوزها عشان هو اكيد شريك في الجريمه ولازم حقها يجي. لازم حقها يجي، لو ما جاش حضرتك احنا مش عايزينهم هنا وما حدش يخش. ما يتسيبتش بقى ان هي معطله عقليا الكلام ده كله. لا 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 لا، عشان الناس تتطعم. الام مش مجنونه، عشان الناس تتطعم. هم انا بقول لك مش مجنونه. وبعدين الناس ما احنا بلغنا كذا مره لصاحب البيت، وهي هم بقى عمالين يقولوا مننا لله. احنا مش مننا لله، احنا وقفنا معاهم كتير، والبنت بقول لك بتقفل في وش الباب واتخانقنا معاها كتير، واخر مره راحت قافله في وش الباب هي وجوزها عشان كانت الست منظر مش كويس. فحضرتك منا لله وعايزينها تتشرب في ميدان عام. انا بقول لك في ميدان عام عشان تبقى عبره لكل الناس، عبره للناس كلها، عبره. عشان انا شفت المنظر انا اتصدمت. انا طالعه مع الضابط ان هي زي ما هي قايله واقعه في الارض ما فيهاش حاجه. مهما كان اللي هي بتقوله على مامتها، ما ينفعش اصلا انك تمد ايدك على مامتك او تبص لها بصه مش كويسه. مهما كان دي مامتك ومعامله طيبه صدقه، وبعدين هتتحاسب عليها يوم القيامه. واحنا طبعا كل البيت عايز حق الست اللي ماتت، وخليها عبره لكل الناس عشان خاطر ما حدش يحاول يلمس مامته تاني. بس بشكركم جدا، يعني شهود العيان هنا وضحوا كافة التفاصيل الخاصة بالواقع. الحقيقة جريمة بشعة، يعني فين الإنسانية وفين الرحمة لما أم تتقتل على يد بنتها؟ إزاي؟ إزاي بجد؟ يعني أمها هي اللي كانت بتصرف عليها، يعني على حسب ما قال يعني شهود العيان هنا إن هما كانوا عايشين على معاش والدتها، يعني هي وجوزها عايشين على معاش والدتها. في النهاية تكون دي النتيجة؟ سيدة مسنة عمرها يقترب من 70 عام، يكون ده جزائها ان هي تتقتل على يد بنتها؟ الحقيقة احنا بقينا في اخر الزمان، يعني الجيران هنا في صدمة، بيقولوا احنا كنا بنسمع بس التعذيب والضرب، كنا بنخاف وقلبنا بيتقبض. ازاي هي كانت بتعمل كده في والدتها من غير ما تحس؟ ازاي بجد؟ ماتت الرحمة وماتت الانسانية؟ هنا شهود العيان حاولوا كتير ان هم ينقذوها، ولكن ما كانش حد فيهم بيقدر، او كانت الست بتقول لهم مش بيعذبوني. فيعني ربنا يرحمها ويصبر كل اهلها ومحبيها والجيران، ونتمنى من الجهات المسؤولة بسرعة اتخاذ الاجراءات واعدام القتلة في ميدان عام. شكرا لحضراتكم متابعيني الكرام، كنت مع حضراتكم انا خلود سعودي من منطقة بولاء الدكرور، شكرا لمتابعتكم. البلكونة هي دي؟ اللي فيها طبق الدش ده اللي بعد الغسيل، اللي هي في الطبق الثالث صح؟ طبق اللي فيه الدش. ماشي طلع لك اهو يعني. صدمة وحزن شديد هنا في المنطقة الحقيقة. لا اله الا الله. يعني الام لما بتكبر في السن بتبقى محتاجه اولادها يبقوا حواليها يساعدوها يخدموها، مش يعذبوها ويقتلوها بالطريقه البشعه دي. ازاي بجد وصلنا لده؟ والله العظيم يعني في ناس كتير
لما بيشوفوا والدتهم تعبانه بيفضلوا سهرانين جنبها بيبوسوا ايديها ورجليها علشان ترضى عنهم. لكن دي السيده دي الله اعلم هي اكيد مختله عقليا، يعني مفيش حد يعمل في والدته كده ابدا. يعني تخيلوا كانت بتاخد معاش والدتها، يعني كانت بتصرف عليها هي وجوزها، وفي الاخر تعمل فيها كده. ده كمان يعني بعد ما قتلت والدتها لما الشرطة جت قالت لهم ده هي وقعت لوحدها، انا ما ضربتهاش ولا عذبتها ولا اي حاجة، كمان بتنكر. وكمان يعني الست اللي اتقتلت ليها اولاد غير بنتها دي، ازاي ولادها ما كانوش بيسالوا عليها؟ ما كانوش ازاي بيجوا يزوروها ويشوفوها هي محتاجه حاجه ولا بيها حاجه؟ قد ايه عقوق الابناء بقى منتشر الفتره دي؟ ناس كتير جدا ولا بيسالوا على ابائهم ولا امهاتهم. اكيد لو كان ابنها ده جه يسال عليها ويشوفها هي فيها ايه وشاف التعذيب واثار التعذيب كان ممكن ينقذها بشكل كبير، ينقذها. ولكن ما كانش في حد بيسال عنها خالص. حتى احد شهود العيان بتقول لي انهم كانوا كارهين وجودها وبيقولوا للست لو عايزه تسميها او اقتليها اقتليها. ازاي بجد؟ ازاي ابناء يعملوا كده في والدته؟ يعني بنشوف كل يوم جرائم قتل تبقى نتيجة مشاجرات او مشادات او خلافات بين بعض الاشخاص، لكن نلاقي واحدة بتقتل امها وبدون سبب. يعني والدتها كويسة وبتعامل الناس يعني بمعاملة جميلة زي ما شهود العين هنا والجيران بيقولوا، وما شافوش منها أي حاجة وحشة، وكمان ماهاش حمل عليها، دي بتصرف على نفسها وعليهم بالمعاش بتاعها. يحصل فيها كده ليه؟ ناس كتير قوي بيتمنوا لو أمهم عايشة بجد. ناس كتير فقدوا امهاتهم وبيدعوا كل يوم لو بيرجعوا دقيقه واحده بس يشوفوهم ويحضنوهم. لكن الاسوا عند بعض الابناء خلتهم يعذبوا امهاتهم، ويبقى كده في عقوق كده، يعني ما يزوروش امهم ولا يسالوا عنها ولا اي حاجه. يا ريت اي حد بيعمل كده ارجعوا عن الطريق اللي انتم ماشيين فيه، قربوا من امهاتكم، قربوا من ابائكم، اخدموهم، بصوا رجليهم ليل نهار. الناس دي مش هتتعوض والله العظيم، الناس دي لو راحت مش هيرجعوا تاني، مش هيرجعوا تاني، مش هيتعوضوا. الام هي البركة في حياة الانسان، الام دي أجمل حاجة في الوجود، كفاية دعوة كده بس منها، كفاية دعوة منها كده. الست جاية تعيش معاكي علشان تصرف عليكي انت وجوزك، تعملوا فيها كده؟ تعذيب أكثر من سنة، فين الرحمة؟ فين الرحمة بجد؟ سيدة مسنة عمرها 66 عام تتعذب سنة كاملة وبطرق وحشية، تعذيب بالكهرباء، بالجنازير، بالضرب، بالجلد، بكل حاجة، كل حاجة.
ما ثبتش طريقة تعذيبه إلا وعملتها. جت هي وجوزها هنا من سنتين يعيشوا، أجروا البيت، هو المفروض بقى بيت عيلة، جم أجروه. بعد سنة خدت والدتها قالت لولادها وكل أقاربها أنا هاخدها علشان أنا يعني أغذبها وأعتني بيها وأي حاجة محتاجاها أعملها، لو كان في نيتها المعاش. الست جت معاها هنا وعايشوا مع بعض في سلام لحد ما جت الست بعد شهر كده او شهرين بدأ التعذيب، بدأ الضرب، بدأت القسوة، الجيران بيسمعوا الضرب والصراخ، يطلعوا الست تقول لهم لا مش بيعذبوني، خايفة تقول لهم انهم بيعذبوها يعملوا فيها اكتر، وكانت بتيجي على نفسها وبتستحمل. ربنا يرحمها يا رب، ربنا يرحمها ويصبر اهلها. شكرا لحضراتكم.